سلام عليكم خاوتي، معكم الشاب قادر فينا في الفيديو. واش عاد خاوتي في الفيديو؟ هذا الفيديو راح نتكلموا خاوتي على حقيقه انه تم منع سول كينغ من الغناء في الجزائر. خاوتك قبل ما نمشوا الفيديو حط لايك وحط ابوني وبارطاج الفيديو في كل مكان وخلونا مع الفيديو. المهم خاوتي كما قلت لكم راني كاتب انا عندي كلش هنا في البورطام تاعي، راح نقول لكم انا فقط حقيقه انه تم منع سول كينغ من الغناء في الجزائر وما الى ذلك. خاوتي كما تعرفوا انه سول كينغ دار حفله في الجزائر في ملعب 20 اوت كما قلت لكم، وحضروها بزاف غاشي، نتوقع حضرها 15000 هكذا شخص. المهم في هذيك الحفله خاوتي كما تعرفوا توفوا 5 اشخاص او 9 اشخاص ما على باليش، و70 جريح في هذيك الحفلة، لذلك صار ضجة كبيرة. وقال لك سول كينغ تاني كان لابس تعواقي الرصاص وما على باليش. المهم خاوتي قلت لكم سول كينغ أدار دار بزاف حفلات في العالم، خاصة دار بزاف حفلات في العالم، في فرنسا في كل بلاصة دار حفلات، جامي صراو وفيات وتدافع وما على باليش. المشكل هنا ماشي في سول كينغ، المشكل هنا في المسيرين تاع هذيك الحفله. المسيرين كانوا فاشلين، المسيرين كانوا خارج النطاق ابدا بسبب ما حدث في هذيك الحفله كما تعرفوا، حدث وفيات وجرحى بسبب التدافع. هنا السبه ماشي سول كينغ، السبه هي في المسيرين كما قلت لكم. المهم خاوتي ماشي هذا موضوعنا اليوم. موضوعنا اليوم هو حقيقة منع سول كينغ من الغناء في الجزائر، لأنه بعد هذيك الحادثة صدر قرار أنه سيتم منع سول كينغ من الغناء في الجزائر، واليوم راح نعرفوا حقيقة منع سول كينغ من دخول الجزائر. المهم خاوتي نبداو كما قلت لكم، كشفت مصادر موثوقة لجزائر وان أن المغني الراب المشهور المغترب بفرنسا عبد الرؤوف دراجي الملقب بسول كينغ رفض الحضور بعد استدعائه الموصول امام محكمه سيدي محمد بالجزائر العاصمه للاستماع حول اقواله في حادثه التدافع التي ادت بحياه 5 ضحايا وخلفت 20 جريح في ذلك الحفله بمدخل ملعب 20 اوت 1955 ببلديه بلوزدال. خاوتي انه الحفله كانت في ببلديه بلوزدال في ملعب 20 اوت 1955. كما تعرفوا خاوتي الحفله جرات يوم 22 اوت الماضي، واتهامه بان وصل الغناء بالرغم من سقوط القتلى رغم علمه بذلك وعدم مبالاته بذلك، بل والاخطر من ذلك انه بعد ان علم بان الوضع خطير وبلغ السلطات العليا طلب مغادره الحفل فورا وتم تهريبه بطريقه مخزيه. وبحسب زاده المصادر خاوتي في ان العداله قد تلجا الى اصدار مذكره توقيف دوليه في حق سول كينغ المقيم منذ 2008 في فرنسا، في الوقت الذي قررت فيه السلطات العليا منع هذا المغني التافه من الغناء في الجزائر. كما قلت لكم خاوتي هنايا كما سمعتوا معايا انا انه تم منع سول كينغ من دخول الجزائر وما على باليش، وكما قلت لكم خاوتي باللي سميتو انه سول كينغ مانيش عارف وقفوه ما على باليش واصدروا مذكره توقيف دوليه فيه. انا لا اتوقع انه هذا الخبر رسمي، واكيد لانه ما كاش قنوات كبيره او مشهوره نشرت هذا الخبر العاجل، لانه خاوتي فقط في الفيسبوك وفي اليوتيوب تم نشر هذا الخبر كثيرا. كما قلت لكم المهم خاوتي انتم اكتبوا لي في التعليقات واش رايكم في هذا الخبر اذا كان صحيح او لا، وقولوا لي هل سول كينغ يستحق منعه من الغناء في الجزائر مجددا، رغم انه دار خاوتي بزاف حفلات في بزاف بلدان وما صراش هاد التدافع وهاد الضحايا والموت وما على باليش. خاوتي المهم انتم كتبوا لي في التعليقات واش رايكم في هذا الخبر اذا كان صحيح ولا غلط، وهل سول كينغ يستحق المنع من الغناء في الجزائر. واللي محيرتني خاوتي ومضحكني بزاف بزاف المهم خاوتي راح تعطيكم الصوره من هنا، كما قلت لكم قالوا باللي سول كينغ راه لابس واقم الرصاص وما على باليش، هي اصلا ماشي واقم الرصاص، هذيك بدله مشهوره يلبسوها في فرنسا ويلبسوها مغنيين الراب والمشهورين في فرنسا. انا ضحكت قسما بالله عندما شفت هذه الصوره، قال لك باللي سول كينغ لبس واقع على الرصاص. الى هنا خاوتي وصلنا لنهايه هذا الفيديو، ان شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. من خاوتي هذا الفيديو خفيف ظريف درته لكم باش ما تقولوش بلي راني طولت عليكم. المهم خاوتي حطوا لايك وحطوا ابوني وبارطاجوا الفيديو في كل مكان، والسلام عليكم. بيس.